انت ليش عم تتدخل بشغلنا وما عم تتركنا بحالنا؟ قلت لك انه علي ابني انا وما لك علاقه فيه. ما بصير هيك اهدي، انا عم بعمل هيك مشان مصلحته، وعرفت اللي حط الحبوب بشنتاته كمان، وانا رح لاقيه. مو مهم اذا لقيته ولا لا، انا ما طلبت منك مساعده، فترك الموضوع. اسمعني، علي جوا تشوه وما عنا وقت نستنى بنوب. طيب، وانا كمان شفته اليوم لعلي، بس بهي الطريقه انتم ما عم بتساعدوه. لا تضغطوا عليه مشان يكذب، هذا الشيء مو مزبوط. مزبوط ولا لا، هاد قرارنا، علي ابننا، ومثل هيك قرارات نحن اللي مناخدها وبس، مو حضرتك. سمعت، هذا قرارنا استاذ، وعلي رح يرد علينا، فلو سمحت لا تتدخل ابدا. شي حلو، شو هالسارة هاي؟ والله برافو، ما كنت متوقع انه تعمل هيك. خليك بعيد عن ابني ولا تجبرني اني حذرك مرة تانية. انت هلكت حالك مشان علي، بس هن نشوف شو عم يقولوا. طلع كل عذابك ما له قيمة بعيونهم. يلي قال اتقي شر من أحسنت إليه كان صادق. يا عيب الشوم عليكن، هيك بتكافئوا يلي بيعمل معكن خير مو؟ شكرا خانوش، شكرا، خلاص فوتي لجوا. يلا هاي المرأة يلي كسرت كلمتنا مشانها، ويلي رحت حطيت أخوك بالسجن مشان ترضيها، شوف شو عملت. سمعت شو يلي حكيته معك مشان ابنها؟ سمعت؟ إن شاء الله فهمت علي. هلأ عرفت قديش قلبي احترق لما مراد انحبس وتدمر مستقبله؟ سارة هلأ عم تحترق مشان ابنها، شو بتفرق عني؟ قلي لشوف شو الفرق بيني وبين سارة. ما رديتوا علي وفوتوهم بيناتنا حتى يقهرونا، بس نحن طلعنا منستاهل، منستاهل كل يلي صار. بكفي يا خانم، شو صار لك؟ برافو يا سارة، بهدلتي بهدلة مرتبة. ايه، كان لازم حدا يفرجي قيمته لهالاستاذ، لازم يكون فهم وما عاد يقرب على ابننا مرة تانية ابدا. سكوت سكوت بقى جابر، لا عاد تحكي ولا كلمة، عم تفهم؟ مظبوط ولا لا، هاد قرارنا، علي ابننا، ومثل هيك قرارات نحن اللي مناخدها وبس، مو حضرتك. سمعت، هذا قرارنا استاذ، وعلي رح يرد علينا، فلو سمحت لا تتدخل ابدا. هاي الشغلة ما رح تنحل وانت مسكر على حالك، قلبك عم يحترق مو؟ بس لما اخدوا اخوك على الحبس ما عملت هيك، ليش وقت قلبك ما احترق عليه؟ فهمني. امي خلص. سليم، شايف كيف عم يدافع عن ابن الناس؟ ولما أنا حاولت أحمي ابني مراد ما حدا اهتم من بيناتكن أبداً. بدك تبعد عنا وعن ابنك كمان، ولا بقى تتدخل فيهم بحياتك يا أمي. لا، بدك تضل بعيد عنهم، وإلا ما رح أرضى عليك طول حياتي يا سليم. ما رح أترك الشي اللي عم ساويه أبداً، الشي اللي عم بعمله هو الصح، والحقيقة رح تبين. علي ما رح يتحمل ذنب معامله. أنا ما قلت لك أنه هذا الموضوع عائلي وأنت ما إلك علاقة فيه بنوب؟ لك ابني هن مفكروا ووصلوا لقرار وقالوا لك لا تتدخل، فهمني ليش عم تعرضون؟ بس يا بابا، الظلم وين ما كان بيضل اسمه ظلم، ومين ما عمل الغلط اسمه غلطان،
المذنب الحقيقي هو اللي بيسكت. أنا ما برضى أن يكون مذنب، ما رح خلي مستقبل طفل يتدمر أبداً. يا سارة، انت مو زودتيها شوي على الأستاذ سليم؟ بعرفك مقهورة وكمان قلبك محروق، بس هو عم يعمل كل هذا الشي مشان يساعدكن، وهو مو قصده يأذي علي. مزبوط أنا جرحته بعرف، بس هذا بالآخر ابني هاجر، وما في شي بالدنيا أغلى منه بالنسبة إلي. ايه طيب، والأستاذ سليم شو هالسؤال؟ طبعا مهم. مشاعري تجاه سليم ما تغيرت أبداً ولا رح تتغير. على القليلة أنت فهميني هاجر، قبل كل شيء أنا بكون أم، وما بقدر أعتبر أي شخص أهم من ابني، وهذا الموضوع بيخص حياته ومستقبله. أصلاً لو أنا ما تصرفت هيك كان ممكن جابر يأذي لسليم. ليكي سارة، حتى لو كنتي بدك تضايقي من كلامي، أنا رح ضل أحكي لك الشيء اللي بحس فيه وما رح أكذب. غلطتي مع الأستاذ سليم اليوم، ما بصير تسايري جابر بهي الشغلة. هو اليوم عم يقول إنه بده الخير لابنك، بس ما منعرف بكرة شو بيعمل. لو سمحتي خدي القرار الصح. علي لازم يطلع من هنيك بأسرع وقت، أنا لازم أنقذ ابني من هداك السجن، ما في عندي حل بنوب، وهذا هو الحل الوحيد قدامي هلأ. لازم نقنع علي يقول إنه هو مدمن، خليه يطلع من السجن وبعدين شو ما صار يصير ما بيهم. كان لازم تشوفي سارة عم تصرخ على سليم. ما رح أقدر أوصف لك، لو شايفتيها كنتي رح تتفاجئي. يعني من عياطة صرت أرجف، حتى سليم ما عاد حكى. خلص أسيل، أنت التاني وقت أكل البزر تبعك إلك ساعة تشك 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 تشك. عم بحكي لك كأني عم بتفرج على فيلم، والفيلم بده بزر. لكن ممكن تحطي الوسخ بالصحن أحسن ما تشلفيه هون وهون. شوفي أنا شو عم بحكي وأنت شو عم تحكي أمي. صار كل اللي بدنا إياه، سارة قالت لسليم إنه يطلع من حياتهم، مو هذا المطلوب؟ يا ربي، كأنك ما بتعرفي سليم يعني ما؟ على أساس حيتراجع عن الشيء اللي بباله إذا هي حكت. أمي ما رح تضايقيني بهالحكي تبعك، قصة سارة انتهت، بقي نروح لعن جابر وقول له إنه سليم بده تونجاي، لأنه يا أمي إذا تونجاي بين واعتراف مستحيل جابر يقدر ياخد مرته ويسافر. إيه، ونحن ما بدنا هالعيلة تفترق، مزبوط؟ اسمعي لقلك، من هلأ ورايح مو مهم إذا لقيته ولا لا، أنا ما طلبت منك مساعدة فترك الموضوع إلنا. مزبوط ولا لا هذا قرارنا؟ علي ابننا ومثل هيك قرارات نحن اللي مناخدها وبس، مو حضرتك. سمعت، هذا قرارنا أستاذ، وعلي رح يرد علينا، فلو سمحت لا تتدخل أبداً. حتى لو كنت رح أخسرك، بس أنا مجبور أعمل هالشي يا سارة، لأني وعدت علي، قلت له أني رح أثبت براءته ورح أوفي بوعدي لإله، بدي طالعه من السجن وأرفع راسه. قلت لك جوزك رح ينجح، وأخيرا صارت تمشي مثل ما بدي. بس لا تبرد همتك، لأنه سارة قبلت جابر، هاي المرة ما فيك تعرف تصرفاتها، ممكن من هون للصبح تتراجع. كيف بدها تتراجع؟ شو مفكرة الشغلة سهلة؟ هذا الموضوع بخص حياة ابننا، وما هيك دير بالك، أنا همي الوحيد علي، طلع لي ابني من السجن قبل ما يصير له شي جوا. بتحبي ساوي لك شي تاكلي؟ أنا ما رح أكل، فلا تعذبي حالك. بس يا سارة. لا تصري علي هاجر، ما إلي نفس.
الصبح عنا جلسة بالمحكمة. إذا علي قبل يعترف إنه هو مدمن بينتهي الموضوع، وبعدها رح نروح على ألمانيا. طيب أنت حكيت مع المركز يلي هنيك بلا ما تصير مشاكل؟ حكيتن كل شي صار جاهز، وحتى الأوراق خالصة. بعد المحكمة رح نروح بوشنا على ألمانيا. وسارة شو يلي بده يصير بهالحية؟ لك نحن مو حكينا بهالموضوع؟ بعد ألمانيا رح أقنعها ترجع على البلد ومنخلص منها. شو بدك يعني أعمل أكتر من هيك؟ هذا يلي بيطلع بإيدي. أكيد ما رح موتها قدام ابنها. عن قريب رح تجتمعي بعلي، جهزي له غرفة حلوة بالبيت. مين في هون؟ أنا رح سكر. أنا أختي. مين رح يكون؟ طلعت لشم شوية هوا. قال طلع حتى يشم هوا، لك تضحك على حدا غيري. يسلموا ايديك عمي. ان شاء الله الف صحه وهنا يا ابني. اشربها لا تخليها تبرد. انا عم بعمل هالشي لمصلحتهم، وكمان لحتى ما يتدمر مستقبل ابنه. بس هي قالت لي انه لازم احترم قرارها. لما قالت انه هي بدها ترجع لجابر، انا احترمت قرارها وبعدت عنه. يلا ابني يلا اشرب الشاي بلا ما تبرد كاستك سليم. أنا ما عم بعمل شي غلط عمي كامل، عم ساوي كل هذا الشي لتبين براءته. ومو نيتي أبداً لا أأذيه لعلي ولا أأذيه لسارة خانم، بس ما عم بفهم عليهم ليش عم يعملوا هيك وشو هو غلطي. حتى أمي ما عم تفهمني. سليم رجع؟ شوف قديش صارت الساعة ولسه لهلأ ما بين. أكيد ما عم يجي مشان ما يسمع له كلمتين مني. وكأنه ما معي حق. كلياتكم شفتوا وشها لسارة الحقيقي اليوم. أول ما عمل شي ضد مصلحتها قلبت خلقتها فيه. خلاص بقى خلاص، من الصبح عم تنقي فوق راسي. انت عم تروحي ثواب الشي اللي سويتيه من شانهم، وبس تجي ابنك لا تضغطي عليه كمان. سليم عم يحاول يعمل الصح من شان طالبه، ما بده يأذيهم. انا مالي شاكه بنوايا سليم بنوب، بس عم اتضايق منهم لانهم عم يشكوا بنيته الطيبه. وعم اقول ان شاء الله يكون فهم الدرس، بس لا بده يعمل يلي شايفه مزبوط. خلاص بقى يلا روحي نامي، أنا راح أستنى سليم. بدي فوت لجوا وأدعي قبل ما سليم يجي، ما راح أقدر نام أبدا. والله راسي راح ينفجر. لك شو هالسارة هيا، وجعت راس كل العيلة. أنت عم تغلط هيك يا ابني. على القليلة أنت لا تحكي هيك عمي، يعني أنا عم حاول أنقذ مستقبل طفل، بقى شو هو غلطي؟ إذا تركته هلأ رح يثبتوا التهمة عليه. طول بالك، خليني خلص كلامي بالأول. أنا ما قصدت هذا الغلط. الغلط يلي أنت هلأ عم تعمله إنك عم تتجاهل عذاب أم عم تتوجع وخايفة إنه ابنه يصير له شي بالوقت يلي لازم تتفهم وضعه. بدك تفهمني إني عم بغلط بحق سارة خانم؟ معناتها ما فهمت. أنا عم قلك ياها بوضوح، بنتي سارة هلأ خايفة على ابنها وآكلة همه، وشو ما عملت وشو ما قالت معها حق. هي أم ابنها محبوس ومستعدة إنها تعمل أي شيء لحتى تنقذه. يا ابني اسمعني منيح،
أنت بتعرف سمكة اسمها أترينا؟ لا عمي، يعني منين بدي أعرفها؟ طيب أنا رح أحكي لك عنها. هي سمكة الأترينا مضطرة، تدفن بيوضة مكان قريب عند الساحل. بتقول لحالك شو هالشغلة الغريبة؟ ليش مو هي سمكة؟ لازم تروح تعيش بالمي. بس بتقدير رب العالمين هالسمكة بتجي لعند الساحل حتى تدفن البيوت تبعها فيه. بس بتعرف شو بتعمل؟ تستنى البدر. بتعرف ليش تستنى البدر يا سليم؟ ما بتعرف مو هيك؟ لأنه بس يصير القمر بالسما بدر، البحر بيرتفع لفوق والموج تبعه بيزيد، وقتها السمكة بتعرف شو تعمل. بالأول بتستنى، وبعدين بتروح وبتزت حالها على أكبر موجة بتطلع قدامها وبتطلع على الساحل، وهنيك بتصير تتقلب، وخلال مدة قصيرة كتير بتطالع هالبيوت تبعها وبتدفنن جوات الأرض، وبعد هيك كمان بترجع بتستنى منشان الأمواج العالية تيجي وتاخدها على المي. في جزء من السمك بيرجع وفي جزء ما بيرجع وبيموت، بس الأولاد تبعها بيعيشوا. فكر فيها، كل الأمهات من بين الخلايا بتعمل هيك بطولات منشان أولادها، فشلون إذا كانت هالأم أم بني آدم رح تعمل المستحيل منشان أولادها؟ معك حق يا عمي، أنا ما فكرت بهالشي أبداً. مزبوط، الواحد بضل يتعلم. ليك أنت ممكن تعمل أي شي منشان علي، بس ما فيك تطلب من بنتي سارة تفكر مثلك أبداً. هاي هي مشاعر الأمومة، لا الأب رح يفهمها ولا أي شخص تاني. ظبطت موضوع مركز العلاج اللي بألمانيا، وحجزت كروت الطيارة، وأول ما علي يطلع رح نروح كلياتنا مع بعض، وباقي الشغلات كلياتها سهلة. أنا رح فوت على الحمام وبعدين رح أتسطح، وإنتي نامي، لازم نفيق الصبح بكير. مو جاييني نوم. تصبحوا على خير. سارة، ماني مرتاحة لموضوع روحة ألمانيا بنوب. شو بتركيا ما في مراكز؟ ليش لحتى تروحوا لهنيك؟ ليكي هذا الزلمة أكيد عم يخطط لشي. مانك شايفة قديش عم يضغط عليكي حتى تروحوا من هون؟ بلكي طلعت ألمانيا حجة وأخذكن على بلدنا بعدين. أنا ما بدي أي شيء إلا إنه ابني يخلص من سجنه. إذا علي بيكون جنبي مستعد يروح لآخر العالم. قلت لك إنه علي ابني أنا، فلا تتدخل فينا. من هلأ ورايح مو مهم إذا لقيته ولا لا، أنا ما طلبت منك مساعدة فترك الموضوع.
خالتي وينها؟ ما نزلت لهلا. قالت لي انتو افطروا، هي ما انا نازلة وما نامت طول الليل. مزاجها منزوع اكيد. نحن عم نعمل خير معهم وشوف شلون عم يتعاملوا معنا. كل واحد بشوف من وجهة نظره. ايه مزبوط. بس صباح الخير. صحة وهنا. صباح الخير. أنا بشوف مين. يلا قول. أبي وين أمي؟ قالت لي إنها تعبانة شوي اليوم وما نزلت. خير؟ في شي جاي من شانه من الصباح؟ أختي أسيل، في تطورات مهمة بخصوص تون جاي. ضروري إنه نحكي مع الأستاذ سليم. سليم، رأفة وراوية هون. أهلا وسهلا فيكم، تفضلوا افطروا معنا. ليش واقفين؟ لا أستاذ، ما أجينا لنفطر، بس بدنا نقلك شغلة ونروح. ليكون في شي جديد عن تون جاي؟ هو اتصل فيني قبل نص ساعة، اليوم الساعة 2 رح نلتقي. يعني هلأ ما عاد في داعي علي يكذب، رح يعرفوا فورا إنه بريء. يلعن هالحص. الساعة 2؟ بس الجلسة الساعة 2. طيب ما فيك تقربي الموعد معه؟ قلت له منساوي الموعد قبل، بس ما قبل. ما في شي نعمله لكان، لازم قبل ما الجلسة تخلص نجيبه لهنيك. طيب وين رح تلتقوا؟ تحت مفرق كوردا. طيب رح استناكم هنيك على الزاوية. خلينا شو جابر بس يدرى شو رح يعمل. ابني الموضوع ما بده تفكير. بتقول انك كنت تستخدم هالحبوب وكل شي بيخلص، ما في غير هاي الطريقة لتنفد. انا ما بدي اكذب بنوب بابا. استغفر الله استغفر الله، والله رح تجنني. ما في عندك حل تاني لتطلع من هون غير هذا بنوب. جابر ممكن تستناني برا؟ بدي احكي انا وعلي لحالنا. لو سمحت. استغفر الله. اسمعني حبيبي، انا بعرف منيح انك بريء وانه ما بدك تكذب، بس مو طالع بايدنا اي شيء. يعني ما لقينا غير هالطريقه حتى نطالعك. مفكر بنبسط وقت تعترف بذنب مو عامله؟ الأستاذ سليم عرف يلي عمل فيني هيك أمي، وبس ليمسكه. الأستاذ سليم عم يركض ورا الأوهام علي، ما رح يلاقي شي بنوب. أمي كيف أنت عم تحكي هيك؟ لحد هاليوم ما في وعد ما التزم فيه. إمتى هو وعدنا بشغلة وما نفذها؟ ليك ابني، يمكن يلاقي لها الزلمة مثل ما قال، بس الله أعلم إمتى. نحن ما عاد عنا وقت نخسره يا علي. شوف وشك وعيونك كيف صاروا، كل يوم زيادة بتضلك هون رح يكون خطر عليك. طول ما أنت قاعد هون أنا ما عم يجيني نوم، كل لحظة بفكر شو عم يصير معك وبخاف يكون وأزوك. إذا مو مشانك أعمل هالشي مشاني. أنا ما عاد أتحمل أكتر، مو قدراني أشوفك عم تنأذى قدامي وأسكت. أنا أمك يا علي، تعمل اللي بقلك عليه. بالمحكمة رح تقول للقاضي إنك كنت مدمن وبدك تتعالج. رزاقي وقف، لوين حتروح؟ إيه لوين رايح؟ قول يا روحي. والله عندي شغلة مهمة كتير. أنتي ما عم تفهم الشي اللي عم أقوله، بس لأرجع بحكي لك الموضوع. إيه لا ما حذرت، ما رح خليك تروح. إيه ما في تروح لمكان. انت لازم تقلي شي اللي عم تعمله. ايه استغفر الله العظيم. لا تضيع وقتنا بالحكي، يلا جاوب. انا سمعت كل شي مبارح على التليفون، كان في وحده واقفه جنبك، مين هالمرة؟ صح، وانا سمعت مين هاي المرة. لا تواخذيني، بس انت شو دخلك؟ ها
أنا عم وقف جنب رفيقتي. شو مفكرنا ريمان ما لحدا؟ إيه عم توقف جنبي ولا شو مفكر مالي حدا؟ انتو صوتكن عم يعطي صدى ولا أنا هيك حاسس؟ ما عم بفهم ليش عم بتعيدوا نفس الجملة انتو التنتين؟ لا تلف وتدور، جاوب لوين حتروح؟ إيه لوين حتروح؟ رايح مع الأستاذ سليم لنساعد علي يطلع من مصيبته. تو 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 بدي روح مع الأستاذ سليم لنساعد علي يطلع من مصيبته. تو 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 عم تفهموا ولا لا؟ لك انتو ليش عم تعيطوا بنص الشارع؟ عمو عثمان والله أنا رح أجن، رح يلبسوني قميص المجانين وياخدوني عمو عثمان. مان 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 شو هالحكي؟ ضربني وبكى، سبقني واشتكى. ايه نعم ضربني وب... يا بنت قلتي ضربني ما؟ خلاص شو ما قلت قول. مزبوط شو ما قلتي قولي. هاد جابر لهلأ مو مبين، طلع من بكير. يا الله على هالحظ، إذا ما قلت له أنه سليم رح يلاقي تون جاي بتخرب خطتنا. أحسن ما تقعدي بالبيت روحي على المحكمة لكن، وقبل ما تبلش الجلسة خبري جابر. معك حق مزبوط. أنا رح أجهز حالي وبعدين بحاكيكي، يلا روحي بشوفك. خير علي، ليش عم تحضر حالك؟ في عندي محكمة اليوم وإن شاء الله بتطلع بريء، بركي بتخلص من هون. إن شاء الله. أخي شاب تبعك في عنده جلسة. ولا قوم لشوف وبلش بالتحضيرات، لازم نعمل له حفلة وهو رايح من هون. طيب أخي لا تقلق. يا حبيبي نحن بس بدنا نعرف شو عم تعمل، إلك يومين ما عم تبين بنوب. ليك إذا كنت مقرر إنه ترجع لحياتك القديمة فلا تتعبني على الفاضي. حبيبتي ناريمان من الصبح قاعد عم بشرح لك، فهمي علي مشان الله. سكوت لا تحكي أبدا. حسبنا الله. خلاص سكوت ولا شوف. بنتي في شغلات ما بتبين مثل ما أنت بتشوفيها، لازم تثق شوي برجائي. بس كيف بدي اثق فيه عمو عثمان؟ انا امبارح سمعته بيدني على التليفون وكان في وحده واقفه جنبه. يا الله، لك انا مو قلت لك مين هاي المراه؟ اسمعوني، طالما ما عم تفهموا على بعضكم منشان هيك خلوني احكي لكم هالقصه. تسمعوني؟ السلطان مراد خان مره شاف منام، قام تاني يوم اخذ معه وزير السياح اوشباشي وتنكر وراح لنفس المكان يلي شاف فيها المنام قبل بيوم. أم لما وصلوا لهنيك اطلعوا على الأرض وشافوا جثة مو معروفة لمين هي، وقالوا مين هاد، والناس صاروا يقولوا هذا واحد مو منيح وما كان نفعان لشي أبدا، حتى كل يوم بيشتري أناني مشروب وبلم نسوان الليل من الشوارع وبياخدن على بيته كمان، وما حدا رضي يقيم هذا الميت من الأرض. بس السلطان مراد خان ووزيره ما رضيوا يتركوا هذا الزلم ملحوش هيك. قام السلطان قال له للوزير تبعه تعال نرفع جثة هالميت أنا وياك، وبعدين أخذوا هالزلمة وراحوا فيه لجامع الفاتح فورا، جابوا له كفنه وتابوته وغسلوه وكفنوه مثل العادي حسب الأصول، وبعد ما عملوا هيك فجأة بلش يطلع النور من النعش. السلطان والوزير عرفوا وقتها أنه هذا الزلم منيح، وعرفوا أنه لسه في قدامهم وقت حتى يصلوا عليه. الوزير قال للسلطان يا سلطان يعني بلكي عنده مرة أو في عنده أولاد أيتام لازم نلاقيهم ونخبرهم. السلطان قال له معك حق، فراحوا دوروا وسألوا، وآخر شيء قدروا يلاقوا بيت هالزلمة ودقوا الباب. قامت مرته فتحت لهم، ولما اتنين قالوا لها انه توفى بلشت تحكي وهي زعلانه. قال جوزي كان طبعه غريب، وكل ما شاف انينه فيها مشروب بين ايدين حدا كان يدفعله حقها كل المصاري اللي معه بس حتى ياخذها منه وبعدين يجي لهون على البيت ويكبهن على الارض. السلطان سالها ليش
قالت له حتى أمة محمد ما تشرب خمر، وكمان كان يدفع مصاري للنسوان يلي منسميهم بنات الليل وبعدها يجيبهن على هالبيت، وكان يقول لهم كمان أنا اشتريت الوقت تبعكن مو هيك؟ تمام، طالما هيك هالوقت اللي أنا اشتريته منكن انبسطوا فيه، ويطلع ويتركن البيت. وأنا كنت أحكي لهالنسوان عالدين الإسلامي والأخلاق وأنصحهن يتركوا هالشغلة، بس السلطان استغرب كتير من هالشغلة وقال عن جد هذا الشيء غريب، الناس ما بيعرفوا هالموضوع وأخدين فكرة غلط. قام المرأة قالت جوزي ما كان يهم الناس شو بتفكر أبدا، وأنا كنت أقول له الناس والجيران رح يعتبروك إنسان سيء، وبكرة بس تموت ما حدا رح يقيمك من الأرض. وهو يقلها لا تزعلي يا خانم، الله كبير، شو هي شغلة السلطان؟ إذا ما حدا آمني هو بيجي بيقيمني. وقت الوزير والسلطان عرفوا أنه هذا الرجال مو شخص سيء مثل ما قالوا عنه، بالعكس هو منيح كتير، مع أنه السلطان ما كان بيعرف هذا الرجال بنوب ولا الشغلات اللي كان يعملها، بس لما تكون النية صافية ربنا بوقتها بيعمل السلطان خادم. تفضلوا، إن شاء الله تكونوا فهمتوا هلأ رجائي شو قاعد عم يعمل. إيه طبعاً فهمنا حبيبي. الحمد لله. ليش ما نفهم؟ يعني جنازتك رح يجي ويحملها الرئيس. إذا بتقولي رئيس البلدية بيكون أحسن. برافو عليكم، طلعتوا فهمانين القصة ومنيح. برافو. سيد جابر كيفك؟ لازم روح اشهد بالمحكمة، بس نسيت جوازي وجيت لحتى اخده. سمعت ما عاد في داعي علي يقول انه كان مدمن مو هيك؟ ليش ما يقول؟ سليم لاقي الزلمة يلي مرت علي، يمكن اسمه تونجاي وراح يمسكه هلا، كان عم بيقول بلحق قبل ما تخلص الجلسة. شو ليك وما عندك خبر؟ طيب الأستاذ لوين راح؟ يعني بتعرفي وين بده يمسك هالشاب؟ بدهن يلتقوا الساعة 2 عند مفرق طريق كوردا. شكراً كتير. ألو بسام، اسمع شو بدي أقول لك. شو يا سيد علي؟ إجا اليوم يلي مستني. ليكو بعد شوي عندي محكمة، فلا تعملوا لي مشاكل بنوب. أنا مشاكل؟ نحن بس حضرنا لك حفلة وداع صغيرة، فلا تقلق. ما بدي لا حفلة وداع ولا شيء. هون هيك العادي علي. يلا قوم شيل إيدك، اتركوني. لا تعارض أحسن ما يصير شيء أسوأ. بس ترجع من المحكمة حتشوف الحفلة الحقيقية، رح استقبلك كأنه رئيس المهجع جاي لعنا. ها ليكن اجوا. لا تقلق أستاذ، رح نطالع علي من هنيك، هالشغلة رح تنتهي اليوم. أستاذ أنا أجي معكم؟ رأفت نحن شو حكينا؟ بس ما فيني أترك راوية لحالة. يا رأفت ما رح كون لحالي، الأستاذ سليم والأخ رجائي رح يكونوا معي. لا تقلق عليها، أختك رح تكون أمانة برقبتي.
خلي يحاول يلمسها لمس بس، إذا ما بنزل فوق راسه مثل الصاعقة ما بكون اسمي رجائي. ديري بالك. أوهو علينا، ما في داعي تودعوا بعضكم، هي ساعة ومنرجع وكمان منجيبه لعلي. لك اعدي بقى أسيل، والله وجعني راسي منك. شلون بدي أقعد؟ الجلسة قربت تبلش. إذا علي قال إنه مدمن بعد كم يوم بيحلوا عنا وما عاد شوفها لسارة طول عمري. هذا إذا السيد سليم ما عمل بطولة بآخر لحظة وإجا أنقذه. أنا عملت كل شي بيطلع بإيدي، بس بقياني يكون جابر قد حاله وما يخليه يتدخل. أوف يا أستاذ، إذا بدك خلينا نفترق هون. راوية معها حق، لأنه إذا قربنا شوي تانية منبين. طيب بس ديري بالك راوية ماشي؟ أول ما تغفل عينه شوي رح نهجم عليه دغري. ما لازم تبيني متوترة بلا ما يشك فيكي. لا تاكل هم أستاذ، طنجاي ما رح يشك بشي أبدا. رجائي المحكمة رح تبلش، إن شاء الله طنجاي يوصل على الوقت، مو بقيان عنا غير هالأمل. رح نحل أستاذ لا تقلق، خلينا نتخبى بشي مكان. ابني انت بخير؟ امي شلون صرت؟ انا منيح امي. ابني انا دبرت كل الامور، لا تنسى الشيء اللي حكينا فيه ولا تعمل مشاكل ماشي؟ تفضل استاذ تعال اشرح له لهذا الولد شو يلي بده يعمله. القاضي رح يسألك سؤال قبل ما ياخد قراره، ومثل ما قلت لك هذيك المرة بدك تقول انك كنت مدمن، ورح تقول له انه بس تطلع من هون رح تتعالج. سمعته شو قال؟ استاذ سليم ما اجا؟ الواضح انه ابنكم لهلأ ما قرر، ما لنا جايين نلعب هون يا ابني. اذا ما قال انه كان مدمن ما بقدر اعمل اي شيء ابدا، واكيد رح يتحاكم. ما رح تستفاد شيء من الاستاذ ابني، لا تتأمل على الفاضي وتسود عيشتك. علي بترجاك رد علينا. يلا عدو مكانكم. علي وعدني انك رح تحكي ماشي؟ علي يلا يلا سارة، لا تخافي ابننا زكي وما رح يساوي شي غلط ويخلينا نزعل. ولك هذا الولد وينه؟ كأنه هذا هو. ما ايه هو؟ اهلا وسهلا. كيفك؟ منيحة، انت كيفك؟ منيح اللي اجيت، شكرا. استاذ هي إذا نزلنا لعنده فوراً ممكن يهرب مننا، خلينا نستنى شوي، اصبر شوي استاذ. كنت برات المدينة، كان في عندي شوية شغل.
رح نبلش بالدعوة يلي المتهم فيها علي آزادي بتعاطي المخدرات. بالبداية قلي، في شي متعلق بهي الدعوة أو شاهد أو مذكرة؟ لا، ما في بنوب. علي لهلأ عيونه على الباب، إن شاء الله الأستاذ ما يجي بآخر لحظة ويخرب لنا الشغلة كلها، لأنه ما عاد في عندي صبر لحتى طالعه من هون. خلص اسكت جابر، بدي هالموضوع يخلص بسرعة وبدون أي مشاكل. يلا أستاذ تعال بقى، بترجاك، وينك لهلا؟ رح تساعدني تون جاي مو هيك؟ ايه فيني ساعدك. ما فينا نعتبره مذنب يا حضرة القاضي، هذا شاب تورط بهالأمور نتيجة ظروفه الصعبة، مشان هيك أخذ هاي الحبوب وهو قبلان يعترف بأنه مدمن، وبس يطلع من هون عيلته رح تحطه بمركز معالجة إدمان بألمانيا، وبما أنه ضل قاعد كم يوم بسجن الأحداث على ذمة التحقيق، فأنا بطلب أنكم تعفوا عنه بغرض المعالجة. يعني هو عم يقول بده يتعالج؟ معنا وقت رجائي، ما عاد فيني استنى أكتر، هذا أمل علي الوحيد. أستاذ خليهم يحكوا شوي تانية كمان، الشاب مجهز حاله، شو مانك شايفه؟ أستاذ وقف، يا الله دخيلك تونجاي. بعدي هيك، تعال هون ولاد. تفضل سيادة القاضي. جاي وقف، بعرف يلي سويته بعلي. هاي اللعبة خلصت، بدك تروح على المحكمة وتعترف. تركني استاذ، ما رح احكي شي، علي رح يعفن هنيك. بدك تروح على المحكمة هلا وتحكي الحقيقة، فهمت؟ مين انت؟ يلا هروب هروب. بس ليش لتهربني منه؟ شو دخلك؟ يلا انقلع، بدك تنمسك مو؟ يلا اتحرك. ملفات المتهم علي آزادي تم فحصها كلها، وبناء على مرافعة محامي الدفاع رح نخلي له فرصة يحكي مشان نسمع أقواله. تفضل يا ابني، صحيح الشيء اللي قاله المحامي تبعك؟ انت بتعترف انه هي المخدرات يلي كانت معك هي بس للتعاطي مو للبيع، ولا عم تأمنهم لحدا تاني غيرك لحتى يتعاطى منهم؟ بعرف صعب عليك، بس اقبال بهالتهمة وخلاص.
لك اخي يا رجائي، شو عملت انت؟ استاذ وينك يا استاذ سليم؟ وين اختفيت؟ ولك يا رجائي، بدل ما تضل عيونك عليه وتلحقه رح تضعت. يا استاذ سليم وينك؟ انت سمعان صوتي ولا لا؟ استاذ سليم استاذ